بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعين ومتابعاتي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منهم. مرات ما عندي مجال والله تنطيكم قلب آني، كواي ما أخذ كل وقتي. متابعيني متابعاتي لا تزعلون، أنتوا هم حاطتكم ببالي، وأنتوا عائلتي الثانية وكواي عائلتي الثالثة، يعني مو الثانية، أنتوا المقربين أكثر. متابعيني متابعاتي، سوينا كبة مال التمن، الحشوة مالت الكبة قيمة هم راح أقول لكم قيمة وهم ناس تزعل. الحشوة مالت الكبة يعني دائما نسميها قيمة. متابعيني متابعاتي لا تزعلون، الحشوة مسوينها من صدر الدجاج يعني، وبصل نفس الحشوة مالت الكبة مالت الجريش، بس اللحم مختلف. هذاك لحم يعني من القصابة أجيب، وهذا صدر مال الدجاج، وبس نخلي ويا لية يعني ما يعني إليه مالت غنم أو مالت خروف، نخلي وياه وبصل وكرافس وفلفل أسود نخلي وياه. متابعيني متابعاتي، وهذه مؤماني شنتي والله جايبت لها. شوفين أنت دائما يعني تجيني تعليقات تقول أم أماني ليش إيديها طالعة، ما تقدر أقول لها أنا جايبت لك معاصم بنتي، البسي معاصم، ما شو أسوي لها ما تلبس، فأني أريد أصور وش أسوي لها، قولوا لي يلا شو أسوي لها، يعني إيش قد أحكي أقول لها ما يصير هيك البسي معاصم، حتى أقدر أصور شو تقول ما أعرف أشتغل إذا مو هيك يعني مشكلة دي أنا إرداناتي. فمتابعين متابعاتي أنا أعرف يعني، وتعليقاتكم كلها أقراها أني، لو مو تقولون يعني أمر مر الكرام لا. فعاد يا متابعيني متابعاتي ماكو داعي تقولون يعني دي انها حرام، وهي تدري حرام بس تقول والله ما ادري، بس ما ادري يعني ما اقدر اني اذا مو هيجي ما اقدر يعني ما تعرف تشتغل، اذا ما داناتها مشكلات من هي صغيره شو اسوي لها. المهم عندي عجينه همينه بالثلاجه مالت كبه، يعني من يبقى من العجينه اني ما اذبه اخليه بالثلاجه، وطلعتهم أماني قالت خلي نسوي كبة مشوية. شوفوا متابعيني متابعاتي، عاد أني لفيت الكبة، هسه راح تشوفون هذا شو اسمه عجينة الجريش، ألفها بحياتنا ما مسوي كبة مشوية، دحجني حبايب تقول لك بحياتي ما مسوي كبة مشوية. فأم أماني تقول أريد مثل ما سباب الحارة، أنا همينة قلت لها يلا خلي لفها ونخليها بالأوفن، منين أروح أجيب لك هسه فحم وأجيب لك المنقلة ونصعد فوق السطح وهذا روح تعال والدنيا ليل وباردة، لا خلي نخليها بالأوفن. والله أنا همينة لفيت يمكن ما أدري والله كم كبة طلعا، وخليتهن بالأوفن. متابعيني متابعاتي، والباقي أم أماني بجريش يعني بجسمه بالتمن، عجينة التمن يعني جاي تلف الكبة. شوفوا أني بعجينة الجريش يعني ألف. شوفوا متابعيني متابعاتي، وهذه أماني حوالينا تفتر، مرة تقعد مرة تروح. المهم هذا الكبة مالتنا. متابعيني متابعاتي، اكو عندي متابعة بالتعليقات لقيتها اسمها انجليزي، يمكن اسمها ختام محمد والله هيك يعني، بس ام سجاد، باسم ام سجاد تقول ادعو لاختي ام مصطفى، شوفوا هذه المشوية خليتها هنا تنشوي، يعني انا اقطع السالفة اقول لكم على هذه بالاوفن الجديد خليتها حتى تنشوي والباقي انقليها هنا. فنرجع لسالفة أم سجاد، أم سجاد تقول
ادعو الأختي أم مصطفى حتى بلشي يتملك عندها بيت، ما عندها بيت يعني وحيل تعبانة، فادعوا لها بنات وخواتي وبناتي ادعوا لها حتى إن شاء الله الله يرزقهم يعني ويمكنهم إن شاء الله يشترون أحلى بيت. متابعيني متابعاتي، طبعا عندي كثير ناس تقول لي يعني اذكريني، والله يعني مو قصة ما أذكركم، بس والله العظيم ما عندي مجال. متابعيني متابعاتي، ومن أبدي أسوي يعني أسجل أنسى طلباتكم أنساها، يعني مو قصة يعني ما أدري ليش، يعني ما أعرف هل هي من هوستل الجهال أحفادي يعني 24 ساعة أي صيحون، تعرفون هوستل الجهال والله العظيم دوخينا، بالأخص إذا يجي بتبته هو يومية بتبته، إذا مو هو يمنا إحنا يمهم، يعني مدوخيني فد مرة. المهم متابعيني متابعاتي، نرجع على كبتنا. هذا الكبة الشوي اللي شويناها، ما أنصحكم تسوونها يعني، قولوا ليش، لأن الكبة مو شلون أقول لكم، العجينة مدري على مود مو على الفحم وعلى كيفنا. أنا شفت أم زكي باب الحارة قاعدة على المنقلة وعلى شو اسمه على سيم مثل مال الأوفن، يعني تقلي عليه الكوب وتشويها مو بالأوفن، ما أعرف يعني هل لأن إحنا خليناها بالأوفن ومن طلعناها فد مرة قوية قوية يعني تكسر السنون. شلون شايفين الكوبة مالتي، ماكو داعي من مدح نفسه وذمها، شلون بس اخلى الخاشوق عليها تنفطر، اما من خليتها بالشسمه يعني حتى اكو بيهن الشحم ذايب ومن فوق، يعني شلون اقول لك، فد مره طالع من فوق يعني مثل المي ذابه مثل المفطوره شوي من فوق بالشوي وذابه يعني دهن من دهن الحشوه مالتها، يعني رقيقة مو مال يعني، بس هي ما عرف الأوبن يبسها يعني فد مرة صارت يابسة وقوية صارت. متابعيني متابعاتي، عاد لا ما أنصحك تسوونها بالأوبن، سوونها أو يعني الكب المشوية سوونها على المنقلة إذا تريد تسوون. أنا جربت هيا أنها الكبة، شوفوا متابعيني هذا الكبة المشوية، بس أنا كلت وحتى أنا يعني بسوني قامن يوجعني. متابعي متابعاتي هذول حمودي وجود حبيبي جود داقي قربانه، وهذا حمودي حبيب قلبي جاي يسوي لكم قلب، شوفوا حبايبي، وهذا مش جاي يركض داي يسوي قلب حياتي. متابعيني متابعاتي، هذا العشاء كان مالنا والله العظيم كان شقد طيب، تمنيتكم ويانا والله وسهمكم ألف عافية. متابعيني متابعاتي، أريدكم تجوني على كواي، واللي ما تعرف تنزل البرنامج الآيفون ما ينزلوه، خلي تروح على هذا اللي يصلحون الموبايلات وهم ينزلون لكم إياه، يسوون مثلا يغيرون اللغة أو ما أعرف ليش، يقولون يشغلون يسوون إماراتي أو سعودي أو لندن يعني بريطاني ينزل، وما أعرف عادي أنا بلشي إن شاء الله ينزل على عندهم ايفون ولا الجالكسي لا رأسا ينزل. متابعين متابعات، تشوفون هاي الكوبا شلون نازل من عندها، هم بعدها يابسة هي من فوق. متابعين متابعاتي، اقول كل الهلا باللي جو من كواي علي على اليوتيوب، نورتوا قناتي باليوتيوب. متابعين متابعاتي، والف هلا بالاشتراكات الجديدة، وكلكم نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات، وشكرا جزيلا لكم وتعليقاتكم الحلوة، شكرا جزيلا للدعم المستمر لقناتي. متابعيني متابعاتي، شكرا جزيلا لكم، والله ما أعرف شو أقول لكم، الله يوفقكم إن شاء الله ويفتح بوجوهكم اللي ما يتقبلون، وإن شاء الله كل أعزبة تتزوج، كل أعزب الله يرزق المرأة الصالحة والزوج الصالح للبنية، والله ينطي كل واحد محروم الذرية الذرية الصالحة بجاه السميع العليم، ويوفقكم يعطيكم الصحة والعافية، ماكو أحسن منها الصحة والعافية وماكو فوقها.
حتى بالمثل يقول من عافاك غناك. أهم شيء الصحة والعافية متابعيني متابعاتي، الله يرزقكم إياها والدين والإيمان يا ربي. متابعيني متابعاتي، طبعا أنا هسه خلصت صلاة القيام الليل والوتر ودعيت لكم من كل قلبي والله العظيم، إن شاء الله الله يتقبل دعائي. بس ما قلت لكم هذه الدولمة من جارتي أم روان حبيبة قلبي، وشانت كلش طيبة، عاشت إيدك أم روان. وإلى هنا أقول لكم أشوفكم فيديو جديد آخر، ومع ألف سلامة.